طب دول المستويين الاول والثاني، المستوى الثالث بقى بيضم فرق سيمبا التنزاني وشباب لوزداد الجزائري ومواطنو شبيبه القبائل الجزائري ومعاهم الهلال السوداني، والحقيقه الاربع فرق ليها حضور مميز جدا في هذه البطوله. اخيرا بقى المستوى الرابع انديه القطن الكاميروني والمريخ السوداني وفايبرز الاوغندي وفيتا كلوب الكونغولي. احنا كده قدام اكتر من سيناريو، يعني لو معانا في المجموعه سان داونز مثلا وشبيبه القبائل او الهلال السوداني والقطن الكاميروني من التصنيف الرابع اكيد هتكون مجموعه قويه جدا، لو معانا الزمالك من التصنيف الثاني وشبيبه القبائل او الهلال وشباب لوزداد من التصنيف الثالث والقطن من التصنيف الرابع برضه هتكون مجموعه قويه. بصوا الحاجه الاكيده ان الماتشات هتكون نار، يعني عشان نقول لحضراتكم باختصار. بص هقول لك برضو على حاجه كان ناس بتتكلم عنها، يعني هنقول لك وجهه النظر. كان في ناس بتقول لك يعني في النهايه في كده امور معينه جماهير الاهلي تحديدا كانوا بيتكلموا ان هم بيتفائلوا بيها. قال لك ايه؟ قال لك امبارح انا قريت بقول لك زي هنا مثلا لو واجهنا الزمالك في دوري المجموعات، ليه بقى؟ بيقول لك بيكون فيها الخير على النادي الاهلي لان هو حقق البطوله، بيتكلم لغه الارقام هنا، حقق البطوله تقريبا في كل المرات اللي هو واجه فيها نادي الزمالك. يعني لو هنرجع تاني كانوا بيتكلموا على 2008 كان معانا الزمالك في المجموعه وكسبنا البطوله في النهائي، وفي 2012 برده كان معانا الزمالك في دوري المجموعات وكسبنا البطوله، و2013 كان معانا الزمالك وكسبنا البطوله، وفي 2020 واجهنا الزمالك برضو في النهائي وكسبنا البطولة. فالناس فرضت ده او فندت ده امبارح على السوشيال ميديا، وناس كانت بتتكلم على النقطه دي. على كل حال احنا مش هنتكلم القصه او يعني مش عايزين نروح بالكلام ده اللي اتقال ان احنا بنقلل من نادي الزمالك، بالعكس نادي الزمالك هو المنافس الاول ليك ونادي برضو عنده بطولات كتيره، لكن انت بتشوف في النهايه يعني هي اكيد بطوله قويه والبطل فيها بيكون صاحب يعني النفس الطويل، ده اللي احنا بناكد عليه، واكيد هيكون لينا كمان استعداد خاص من اللاعبين والجهاز الفني سواء هنا او هنا. ف اكيد انا اتمنى على فكره تبقى كده، يعني دي النهايه تبقى المواجهه ما بين الزمالك والاهلي. والله لما يكون حامل اللقب مصري بغض النظر مين هو حامل اللقب اكيد حاجه تسعد المصريين، لكن بطبيعه الحال اكيد كل حد بينتمي لنادي معين بيتمنى ان النادي ده هو اللي يفوز باللقب.